هنعمل الكرسي بتاع المطبخ. فاحنا هنقف هنا على الصورة، هنلاقي ان عندنا شكل الكرسي عبارة عن لاين، تمام، عليه دايرة ودايرة من فوق، وفي جزء كده من تحت، وحتة كده عشان ايه الناس تقعد عليها. فاحنا هنبتدي نرسم اللاين ده في اي مسقط، وليكن في الليفت هجيب خط لاين وهاجي من هنا كده، وهبتدي ارسم لاين بالمنظر ده. ممكن اعمل شيفت بعد كده ارسم كده اللاين تاني كده، بعد كده اعمل شيفت عشان يجيب لي الايه الخط بتاعي يبقى منتظم. ممكن استخدم الفيلت على الفيرتكس، اقول له انا عايز اعمل فيلت على الفيرتكس، واجيب ده كده واجيب ده كده، وبعدين ممكن اديله انيبل الريندر يعمله لي ايه كروس سكشن ده. ممكن اقلل الراديوس شويه، ممكن بعد كده اخده بالشيفت احطه هنا كده. يبقى انا عملت ايه الجزئين الاولين، تمام. هبتدي ارسم تورز، ممكن نحط كده كمان فوق ال 3D object، نحط ال tools هنا كده، هبتدي اعمل tools، ممكن اعمل لها سكيل، ممكن نحطها في المكان بتاعها، هعمل لها shift، هنحطها كمان واحدة فوق، هنشوف من هنا كده هنلاقيها متكررة من هنا وكررة من فوق، تمام. كده في قاعدة كمان هنا، وفي كده فواصل قاعدة اللي فوق دي. هنبتدي نرسم شينفر سلندر، اقول له انا عايز اعمل شينفر سلندر، هبتدي ارسمها هنا في النص، وديها ارتفاع، وديها شينفر. بعد كده هخش اعدل في الايه السيجمنت بتاع الشنفر، هطلعها لفوق كده، هخش من هنا هبتدي العب في السيجمنت بتاعت الشنفر، هقول له انا عايز الفيلت بتاع في سيجمنت عالي، راح جاي اعمل الشكل ده سكيل بسيط ليه كده، هو كده دخل ايه في مكانه بالظبط. ممكن احطهم كلهم في جروب واقللها شويه عشان الكرسي كده كبير. هبتدي ارسم لاين من فوق، عشان انا كنت عامل الايه يبقى الريندر، هو جاي يجيبهولي معايا، هشيلهم اوقاتهم كده، همسك كل الفيرتكس اللي في اللاين واخليها كورنر، ممكن امسك الفيرتكس دي كده احركها شوية، اعمل لها فيلت، اعمل لها فيلت من هنا كده، اديله انيبل الريندر. ممكن برضه امسك دي كده كنترول دي كده اعمل لها فيلت حاجة بسيطة. ممكن اشغل دلوقتي انيبل الريندر واقلل السيكنس بتاعه شوية، ممكن ابص عليه من هنا اعمل له موف لفوق، واعمل له موف لفوق بعد الحته اللي اتحط عليها الايه الريجل، تمام. نظبطها فين في ال 3D انترسكشن كده. ممكن نحط الكرسي كله في جروب ونعمل له سكيل، هشغل ويندو كروسنج وبعد كده احط الكرسي كله في جروب، تمام، واعمل له جروب عشان ادي له اسم، واعمل له بعد كده ايه سكيل، واعمل له موجود لغايه لما نعمل انترسكشن بس مع الارض. اوكي، متنساش برضه ان الترابيزه لازم تتحط في جروب، واعتقد برضه الشيش ده متفرغ كده برضه، لازم كل الحاجات دي تتحط في جروب عشان لما احط الماتيريال ما نقعدش نختار الحاجات الايه الكتيره دي. فهبتدي ان انا اعمل وعلى الويندو كروسنج اختار دول كده، اختارهم كلهم، اتاكد ان هو مختارهم، هحركهم بس كده الاقيهم هما اللي في حاجه تانيه بتتحرك معاهم، صح؟ يبقى مختار الايه رجول الترابيزه، هاجي من هنا من فوق
بحشيل ويندو كويشن، بعمل الت وابتدي اطرح كده، ابتدي احرك كده تمام، هبتدي احطهم في جروب. عايزين نحط الترابيزة برضه نفس الكلام، هنمسكها ونشغل ويندو كروسنج ونبتدي نعمل كده، خد معاها الهواء اللي فوق، هعمل الت واحطها في جروب. خد معاها حاجة تانية اعتقد، هقول له جروب اوبن، همسك الحاجة دي اللي هو ماسكها هقول له جروب، لا هي مش هتبقى في جروب كلوزد، هقف على الترابيزة اقول له جروب كلوزد. يبقى كده عمل لنا الايه الحركة برضه، اتأكد ان هي مش معاها حاجة تمام. وبعد كده ممكن امسك الكرسي احط منه اتنين، هبتدي امسكه اعمل شيفت احط منه واحد كمان كده اقول له اوكي، هديله كده سنة روتيشن عشان يبقى فيها ايه نفس مترية شوية. ممكن لو بيبقى في حاجات متكررة ممكن ندي ماتيريال على واحد وبعد كده نعمل له شيفت يروح بنفس الماتيريال، فممكن نعمل كده ايه ناخد ده كده جديد ده متكرر تمام. فهنبتدي نمسكه، هنبتدي نمسكه كده بقول له الت كيو، هنعمل له ايزوليت، نبتدي نديله ماتيريالات بتلمع، نقول له اول حاجة طبعا انا عايز اشغل الفي ري، هقول له هنا عشان نبتدي نفتح الماتيريالات لازم يبقى الرندر شغال معانا ايه في ري، هقول له اوكي، هبتدي ان انا اعمل ماتيريال في ري طبعا احنا الماتيريالات الجاهزه لسه محطوطه معانا، هنقول انا عايز ماتيريال في ري عشان القطر اعملها تبقى الماتيريال دي زي الستانلس كده، فالستانلس مثلا او الحاجات اللي بتلمع تاخد لون فاتح اكيد تاخد ريفليكشن ليه انعكاس عالي، ممكن تاخد جروسنس 9.9 من 10، والسب ديفيجن بتاع الجروسنس هخليه 16 عشان يبقى كويس في الريندر بس. يعني اعتقد كده الماتيريال ايه اتظبطت ان هي تبقى لو عملنا كده كليك تمام معانا الايه الستانلس. هبتدي احطه على همسك جروب هقول له جروب اوبن، همسك كل ده ما عدا الايه ما عدا القعده اللي فوق، ممكن امسكه كله همسكه كله كده وابتدي اقول له بالال مش عايز القعده اللي فوق دي، واقول له assign material to ايه to selection، فكل ده دخل بقى ايه بقى زي الحاجات اللي بتلمع كروم الحاجات اللي هي فعلا معانا. عايز اعمل ده جلد، ممكن بمنتهى البساطه اشوف الماتيريال لايبرري اللي احنا شفناها في المحاضره اللي فاتت، الحاجات اللي هي الجلد ممكن افتح ارش شيدر فوليوم 1 اقول له اديني الكتالوج اللي هو ارش شيدرز، في هنا جلد اهو، هفتح الجلد اختار جلد لونه اسود وليكن ده، واخد رقم 8 في المكتبة تمام، فهبتدي ان انا احطه ارش شيدر فوليوم 1، فانا هبتدي احطه في الماتيريالات هقف على واحدة جديدة وافتح المكتبة، وبعد كده هقول له دخل لي مكتبة جديدة. قبل ما ادخل مكتبة جديدة بس انا مبدئيا ممكن امسح الايه الحاجات اللي هي محطوطة عندنا كلوز دي، هقول له مش مشكلة دلوقتي، هقول له دخل لي نيو جروب سوري نيو اوبن ماتيريال لايبرري، هقول له ارش شيدر فوليوم 1 افتح المكاتب، يعني احنا قلنا دي كده الايه الكتالوجات دي كده الصور دي كده الايه المكاتب بتاعتي، هقول له انا عايز الجلد ده هبتدي افتحهولي، اتاكد ان رقم 8 مقريه صح دبل كليك عليها هتتحمل معايا فين هنا عشان اعرف ان هي مقريه صح. احنا قلنا ايه اهم حاجه بنشوف المبايا
ونشوف لو فيها صور. يعني هي ما فيهاش صور هنا في الماتيريال ده من حسن حظنا ما فيهاش صور، تمام؟ بعد كده تبقى مكونه صح. همسك الجزء اللي فوق واقول له ايه assign material to object، هقول له بعد كده جروب كلوزد، هقول له اطلع بره الايزوليشن واعمل سيف اس بلس. هبتدي اخد شيفت واحط الكرسي ده كده، راح بالماتيريال بتاعته على طول، هبتدي ان انا الفه، يبقى هو كده راح بالايه بالماتيريال. ممكن نشتغل في دي كده ماتيريال الت كيو الت دبليو جروب اوبن، ونحدد اللي فوق ده حاجه كده زي الرخام الاسود اللي فوق واللي تحت. هبتدي افتح ماتيريال، هقف من هنا، هقف اقول له انا عايز فيري ماتيريال، هديها لون اسود. مفيش اسود طبعا، كنت بقى اسود كده حالي، يعني الاسود دايما مش واخد درجه، تمام؟ ولا احمر 100% ولا ابيض 100%، تمام؟ فبنديله درجه بسيطه كده ونقول له انا عايز اعمل ريفليكشن حاجه زي كده. الرخام يعني المعادله بتاعته مش عاليه يعني، تمام؟ مش هديله بنص اسود ولا اي حاجه، وهقول له ايه كده هي الماتيريال بتاعتي متظبطه. assign material to selection، وامسك اللي تحت assign material to selection، يبقى عندي اثنين رخام. امسك اللي في النص، ممكن اديها ايه metal. امسك الرجول، اعمل كنترول. طبعا اسهل طريقه اختار بيها الرجول عشان ما اختارهمش كده واحده واحده، اجي من هنا كده واختارهم كده، تمام؟ اتاكد ان هو كتب لي 6، كتب لي 7 هنا، يبقى انا كده ماسك حاجه زياده. يبقى هعمل الت كده وامن على اي حاجه في النص، خلاص يبقى تمام كده، كتب لي 6 هنا اهو. هقول له ايه انا عايز الرجول دي كده ميتال برضو، انت كده حطيتها ميتال. في الصوره حاطط ابيض هنا كده، تمام، وعامل خطين سمر في النص. فانا ممكن برضو اعمل نفس الحركه، امسك ده، امسك ماتيريال فاضيه، اديها فيري ماتيريال لونها ابيض، هديها جلوسنس عالي شويه اشغله من البيرسونال، وابتدي اديها لمعه، وابتدي اقول له انا عايز الجلوسنس بتاعها 0.8، تمام؟ يبقى فيها لمعه كده. لو شغلت كده حتى المرايه هي فيها لمعه بس ما بتديش اي مرايه. وابتدي اقول له assign material to object، سوري انا كنت ماسك الرجول، هرجع تاني احط لها الماتيريال بتاعتها، وامسك ده واقول له assign material to object. يبقى انا كده ايه خلصت الماتيريال بتاعه الاوبجكت ده، هقول له جروب كلوزد، هسيب، هطلع بره الريزوليشن مود. يبقى انا كده عملت الماتيريالات الجزء اللي فوق، تمام؟ ممكن بالمره نمسك الجزء ده ونقول له هو كله واخد خامة واحدة برضو اللي هي نفس الخامة، فهنفتح من هنا ونديله نفس الخامة، تمام. ممكن امسك الارض دلوقتي، انا ملاحظ ايه ان الارض واخدة لون ولون ولون او شكل وشكل وشكل، فاعملها زي الحكاية دي مع ان هي كلها حتة واحدة، يعني هو يعتبر بوكس واحد والشكل منه الارض كلها. انا ممكن اعمل الت كيو على الارض وابتدي اعمل امسك البوليجون ده واديله ماتيريال، ينفع يعني ينفع اقف هنا كده واقول له انا عايز اعمل ماتيريال فيها لمعان زي الرخام، هي موجوده معانا اساسا، تمام؟ فاقول له اساين على ده، تمام؟ فهي ادى هنا الرخام، انا عايز ادي هنا خشب، تمام؟ فممكن اقف على هنا افتح الماتيريالات اللي جاهزه اللي هي فيها الصور بتاعتنا على احنا على طول حاطينها، وافتح طبعا فوليوم 2 او فوليوم 1 نشوف ايهم احسن في الماتريالات. افتح الخشب، نختار مثلا شكل خشب مناسب وده يكون 29، اوكي 29 او 30. يبقى هنيجي هنا هقول له انا عايز ماتيريال من هنا، ماتيريال لايبرري، هقفل دي هقول له اعمل لي اوبن لايبرري،
هقول له هات لي ارش شيدر فوليوم 2، واختار من هنا الايه بقى الخشب، هفتح لي كل الخشب. طبعا الخشب مليان صور، فانا طبعا ايه هيقعد يحمل كتير شويه، لكن انا ممكن انزل لتحت بسرعه كده واختار 30 دبل كليك، هو هيحملها هنا. بدل ما الصوره اتبنت معايا يبقى انا كده المتريات مقريه صح. ليه مقريه صح؟ عشان احنا ما ننساش ان احنا كنا مظبطين الماكس عندنا ان هو يقرا من كونفدريشن يوزر باس اكسترنال باس، كنا مظبطين ان هو يقرا الايه الفوليوم 1 و2 المباب بتاعتهم. فهنيجي من هنا كده هقول له امسك لي الارض كبوليجون، اساين ماتيريال تو سيلكشن، فحط لي الارض. ممكن اقول له شو ماتيريال ان فيو بورت عشان ممكن احط عليها يو في دبليو مات. تمام، امسك الحته الرفيعه دي اديها اللون الابيض معانا برضو اهو، اساين ماتيريال تو سيلكشن. انا كده ملاحظ حاجه، ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان الخشب يا اما هو بايظ يا اما الانيبل ان ريندر هي اللي مبوظاه، سوري تكشر كوريكشن. فممكن اقول له من هنا اعمل لي تكتشر كوريكشن، الخشب بايظ يعني مش مظبوط، يبقى احط ايه يو في دبليو ماب، احط يو في دبليو ماب على طول. اول ما حطيت يو في دبليو ماب ظبط معانا الخشب. هبتدي امسك الجزمه واعمل له سكيل مظبوط كده، وبعد كده هطلع بره السين بتاعي. هبتدي هطلع بره السين بتاعي كده، ايه ما تنساش احنا لسه عندنا حيطان برضه. تمام، فممكن بالمره بدل ما انا جوه كده هقول له انا عايز الحيطان كلها لونها ابيض بالسقف. يبقى دي طبعا ماتيريال جديده، يستحسن ان احنا نسمي من هنا اسم الماتيريال عشان ما يتلخبطش في الماتيريال الكتيره دي. فانا هسميها مثلا رول، وبعد كده هقف هديها فيري ماتيريال، هخلي لونها ابيض. بس مش هعمل اي حاجه تانيه، ممكن اديها نسبه تراب شويه، الرفنس بتاعتها ايه حاجه يعني بسيطه جدا 1 من 10. واساين ماتيريال تو سيلكشن، او سوري انا عملت ايه حاجه غلط طبعا، حملت كنترول زد، كنت المفروض اخش جوه الايديتبل بولي وامسك ايه كل البولي. تمام، اقول له اساين ماتيريال. طبعا انا ملاحظ برده معايا شويه حاجات هنا بس مش حبان يعني عشان لسه في الدواليب متقفله عليها، فهقول له اساين ماتيريال تو كده. يبقى انا ظبطت السين بتاعي، هطلع من بره نكمل. برضو احنا عندنا الجزء ده والجزء ده والجزء ده واخدين لون احمر، انا كده مديهم لون، انا بس انا عايزهم ياخدوا ماتيريال. ممكن نعمل حاجه ظريفه في الماتس، هي نفس الماتيريال بتاعت الحيطه. انا دلوقتي هبتدي ان انا اكبر بس الماتيريال معايا شويه كده، نفس الماتيريال هشدها كده دراج ودروب، فكررت مرتين. هسميها مثلا وول 2، وكل اللي هعمله هغير لونها للطوبي. تمام، بس وهبتدي امسك الاجزاء بتاعتي، يا ريت نمسكها بالسلكشن عشان ما تتحركش. ادي واحد كنترول على الكيبورد، اتنين، تلاتة. تمام، وابتدي اديها اساين ماتيريال تو سيلكشن، فدخلت الماتيريال معانا كمان ايه في الوضع ده. طيب برضو الجزء ده واخد ماتيريال لونها احمر، فممكن برضو ايه هي جروب واحد احنا عملناها، فهنفتح الماتيريال برضو ونفتح نفس الشكل، نقول له اساين ماتيريال تو ايه تو اوبشن، فدخلت معانا اللون الاحمر كمان. مبدئيا احنا كده ظبطنا الماتيريال في المشهد كله ما عدا البلكونه، عايزين نديها ازاز. المشهد عندنا هنا هي البلكونه طالعه على منظر طبيعي، يبقى ده ازاز. تمام، وده واخد خشب مثلا لون اسود، عشان نعمل الحكايه دي بسرعه ممكن نمسك ده. نبتدي افتح الماتيريال، ما عملناش ازاز قبل كده، ممكن نعمله على ايدينا، ممكن نجيب الماتيريالات الجاهزه. انا افضل ان انا اعمله على ايديا عشان ما يتقلش معايا من تلاتة الجهاز، ويبقى الازاز تقيل شوية. هديله لون ابيض، الازاز يعني ريفراكشن انكسار،
وهبتدي اعمل له كده عشان الازاز يبان معايا يدي انكسارات للضوء. هزود الاندكس اوف ريفراكشن هخليه 2.4، تمام. الماكسيمم ديبس بتاعه هخليه 7 عشان لو ضوء دخل من بره يتعكس عليه بسرعه. قلنا ماكسيمم ديبس اللي هو الاضاءه بتقعد تتكرر على الازاز. لما اعمل كده بشوف هلاقي شكل الازاز طلع معايا. السب ديفيجن 16، تمام. بس خلاص اصلا ماتيريال سيلكشن، يبقى كده دخل معانا الايه الازاز، وابتدي ان انا اسلك.